ما هي أنواع الكفر وما الفرق بينهما مع ضرب أمثلة لكل نوع؟ كفر كفران، كفر أكبر وهو المخرج من الملة، كالشرك بالله عز وجل وارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. وكفر أصغر لا يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله وقتل النفس بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المراد بذلك الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم.